بينما يشهد العالم تراكماً غير مسبوق للأزمات، يلتئم قادته الأسبوع المقبل للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تهزها انقسامات غير مسبوقة لم تعرفها المنظمة الأكبر في العالم منذ تأسيسها. فالأمم المتحدة تأسست على أنقاض الحرب العالمية الثانية لتحل محل عصبة الأمم بعد فشلها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، حيث تم إنشاء الأمم المتحدة في 24 من أكتوبر عام 1945 على أيدي 51 دولة، وكان الهدف من إنشائها هو حفظ السلام والأمن وتعزيز التعاون الدولي والوصول بالجميع إلى الأمن الجماعي. واليوم تضم الأمم المتحدة 193 دولة، جميعهم لهم حق التصويت في الجمعية العامة ما عدا دولة واحدة وهي الفاتيكان. وتتكون الأمم المتحدة من 6 أجهزة رئيسية بالإضافة إلى 15 وكالة متخصصة وعشرات المنظمات الفرعية، وتمثل المساهمات التوعية للأعضاء 69% من موازنة الأمم المتحدة. وهنا نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر المساهمين، لأنها تدفع وحدها 22% من المساهمات التوعية، تليها الصين بنسبة تبلغ نحو 12%، ثم اليابان 8%.